هسألك أسئلة سريعة جدا، وهتكلم حد قريب منك بعد ما تجاوب كل الأسئلة اللي معايا وتسأله نفس الأسئلة وتشوف هيجاوب نفس إجاباتك ولا لأ. ماشي. أكتر حاجة بتغير مودك وبتحب تعملها؟ القهوة. لو متضايق مين أول حد بتكلمه؟ زوجتي. بتحب تخرج الصبح ولا بالليل؟ الصبح عندي مشكلة كبيرة. مع بالليل. كل صحابي يخرجوا بالليل، انا بحب الصبح. نوعيات الأغاني اللي بتحب تسمعها ومطرب مفضل؟ مش سميع قوي، بس بحب اسمع الحاجات العود، الحاجات اللي فيها عزف وكده من غير اغاني. مفيش ميوزك يعني. لا. مطرب مفضل؟ مصري. مصري وأجنبي. بحب محمد حماقي. وأجنبي؟ لا، ماليش في. مش تسمع أجنبي. بتتعصب بسرعة ولا لأ؟ ولو ايه أكتر حاجة تعصبك؟ على حسب المود، انا مزاجي جدا. لو انا مزاجي مش حلو بتعصب على طول. رنجة وفسيخ ولا حمام وبط؟ رايح في الحتة دي ولا في الحتة دي؟ رنجة وفسيخ طبعا. ريال مدريد ولا برشلونة؟ ريال مدريد. من وجهة نظرك، المدرب الوطني ولا المدرب الأجنبي الأفضل فنيا؟ الأجنبي طبعا. ليه؟ ساعات بحس، مش إلا ما رحم ربي طبعا، ساعات بحس في ميول. لو هتفتح محل أكل هتفتح محل إيه؟ محل أكل. يعني لو البيزنس اللي قدامك محل أكل خلاص، هيكون محل إيه؟ KFC. طبعا. طيب دلوقتي اتفضل يا كابتن، هتاخد الكيو كارد دي مكتوب فيها الأسئلة، ماشي. وهتكلم حد حالا قريب منك، نفس هتحط الأسئلة؟ سبيكر. هتاخد الأسئلة كده من أولها. بس إن شاء الله يرد. افتح السبيكر. حط سبيكر، تقول له كابتن طارق ابو العز. الو. السلام عليكم. عليكم السلام يا طارق. ماشي، بقول عامل ايه؟ لك الحمد لله. انا في برنامج دلوقتي وفتح السبيكر وهسألك أسئلة انا اتسألتها، هيشوفوك انت هترد عليا زي ولا لا. ليه يا ابني كده؟ ماشي. اوكي. جاهز؟ تمام. اوكي. ايه اكتر حاجة بتغير مودي وانا بحب اعملها؟ اكتر حاجة بتغير مودك تحب تعملها؟ اعتقد نخرج نشرب قهوة تقريبا، تشرب قهوة حاجة زي كده. الله اكبر، برافو عليك. الله اكبر. صح فعلا؟ صح. احنا ورانا غير القهوه. تمام. لو متضايق مين اول حد انا هكلمه؟ انا طبعا. مين تاني؟ طب مين تاني؟ مين تاني؟ ممكن المدام. ممكن عندك؟ برافو عليك. تمام. لا برو، لا صاحبك بجد. طيب انا بحب اخرج الصبح ولا بالليل؟ دي سهل عليك دي غالبا. الخروج الصبح طبعا. ده سهل عليك. ايه بتكره الليل؟ كلهم عارفين. نوعيات الاغاني اللي انا بحب اسمعها ومطربي المفضل طبعا. انت انا عارفك هتقول ايه، بس قول يلا. لا قول، ما يهمكش. عارف ان انا ماليش في ماشي كمل. لا بس يعني عامه احنا ما عندناش حاجه زي كده يعني. انا ما بنحبش عامة الموضوع ده غير كتير يعني، بنسمعه كده تفاريح يعني زي ما بيقولوا. تفاريح. بقول لك كده كده. والله بس انت عامة يعني تحب الاغاني القديمة شوية، ام كلثوم مثلا. الميوزك يعني. الميوزك يعني، انا قلت الميوزك يعني القديمة وكده. برافو عليك يا طارق والله. بتعصب بسرعة ولا لا؟ وايه اكتر حاجة بتعصبني؟ لا بتعصبش بسرعة، مش سريع الغضب يعني. طب ايه اكتر حاجة بقى بتعصبني؟ اكتر حاجة بتعصبك معنى وقت البرنامج حضرتك ممكن تخلص بسرعة. طب ما انا اعمل ايه، ما انا مش في دماغي حاجة دلوقتي. ان ممكن حد مثلا، حد يجي عليك مثلا. ماشي. حد شغال يعني مثلا. شغال. شغال عشان عندنا اسئله كتير بعد اذنك. يتريق عليك، يجي عليك في كلام، في حاجه زي كده. ماشي. ده بيضايقك جدا. طيب السؤال اللي بعديه،
رنجة ولا فسيخ؟ روح رنجة في فين؟ وفسيخ ولا حمام وبط؟ بالنسبة لك؟ اه رنجة وفسيخ اقسم طبعا. بالله العظيم يا جماعة مغسيشه انا على ناقل له فكرة، حاجة، والله مغسيشه يا العظيم كابتن. انا الأسئلة دي لسه شايفها اصلا. ريال مدريد ولا برشلونة؟ انت بالنسبة لك برشلونة. لا يا طارق، لا يا طارق، انا شفت، لا انا شفت، انا شفت. انا شفت. طب ركز، فاضل لك اتنين. بس على فكرة موضوع اللي اكتر حاجة بتعصبك ممكن اللي هو الهزار السخيف. ماشي، انا ما جاوبتش عليها اعتبر. بالظبط. ماشي من وجهة حبيبي افضل حاجة. نظر كمدرب الوطني ولا المدرب الأجنبي أفضل؟ لا المدرب الوطني لا يا طارق، المنتخب. انا شفت دي برضه. جه طارق أنا شدي اتغششت برضه. انت لحد يعني اسئلة معينة. انت آه مستربعني على فكرة، مش عارف، انا ما بفكرش. مش م... آخر سؤال يا طارق، وركز فيه بعد إذنك، ركز فيه عشان ده السؤال دوت بونص. يعني قفلة أنا قلت لك عليها امبارح بالليل وما جبتهاش، أنا سألتها عليك أهو. كمان. لو هفتح محل كنتاكي أكل كنتاكي كنتاكي. لا 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 لا، الموضوع كده فيه حاجة غلط. شابوه طارق والله العظيم. طب محتاجين طارق احنا في حياة تانية كده؟ طيب خلاص يا كده طارق، مع السلامة يا دار. ماشي يا طارق، يلا كده سلام. تمام؟ اه تمام، سلام. ماشي، سلام.